FM. الكلمة ليك. مرحبا بالرحب بضيوفي سي عز الدين الخليفي معتمد ورئيس النيابة الخصوصية لبلدية الميدا، سي مراد بن عون كاتب عام البلدية، سي عبد الحكيم بن نصر رئيس المصلحة الفنية لبلدية الميدا. نبدا معك سي عز الدين ونبدأ ونقدموا بلدية الميدا من ناحية الميزانية، المشاريع للناس اللي تسمع فينا في الميدا ويزيدوا يتعرفوا عليها. شكرا على كل، نشكر معنا راديو كابا فام على الاستضافة دي وإتاحت معنا فرصة باش نعرفوا بلدية الميدا ومعتمدية الميدا بصفة عامة والمشاغل بتاع المواطنين، وهذه فرصة باش نجاوبوا على بعض المشاغل، وإذا كان فما بعض التساؤلات احنا موجودين ذمتهم. بون، أنا باش نعطي تعريف الساعة بالمعتمدية بتاع الميدا. معتمدية الميدا هي أحدثت معنا يوم 10 أوت 1989، تشمل 6 عمادات: الميدا، تفلون، القرشين، لبنى، فرتونة وأم ذويل. فيها بلدية واحدة، فيها مجلس قروي واحد، منطقة ذات طابع فلاحي، أرض زراعية عنا 13400 هكتار، غابات ومراعي 1450 هكتار، مساحتها الجملية 15670 هكتار. عدد السكان بالنسبة لبلدية الميدا ما يراوح معناتها 27000 نسمة، فيهم 13686 إناث وذكور 13309. بون، كان نتحدثوا على شويه توزيع السكان والاسر والمساكن المعتمديه الميدا. عندنا بالنسبه للميدا، عندنا في الوسط البلدي عندنا عماده واحده هي عماده الميدا، فيها 4155 ساكن، عدد المساكن 1291، عدد الاسر 1087. بالنسبه للوسط الغير البلدي عندنا تافلون 4640 ساكن، عدد المساكن 1398، عدد الأسر 1130. عندنا الفرتونة 4656 ساكن، عدد المساكن 1556. عندنا أم ذويل 3664، عدد المساكن 1173. بالنسبة للبنى، لبنى 3064 ساكن، 1041 معناتها مسكن. بالنسبة للقرشين 2828، عندنا 933 مسكن. بالنسبة للبلدية معناتها عندنا بلدية واحدة وعندنا 6 عمادات ومجلس قروي اللي هو عماد فرتونة. بالنسبة للمنطقة البلدية، تحب نبداو المنطقة البلدية؟ أحدثت بمقتضى الأمر عدد 1075 المؤرخ في 24 سبتمبر 1984، مساحتها الجملية 700 هكتار. المساحة المغطاة مثل التهيئة العمرانية هو 350 هكتار مصادق عليه بتاريخ 8/5/2002. عدد السكان بالنسبة، احنا كنا نتحدثنا عدد السكان سي 4155 ما يقارب معناتها هذوما نسمة. نسبة التنوير المنزلي عندنا 100%. بالنسبة التزود بالمسارح للشراب عندنا 98.2%. الرابط بشبكة التطهير عندنا 75%. خصوصية المنطقة الفلاحة والهجرة، هذه بالنسبة للمنطقة البلدية. من ناحية الجلسات اللي صارت وإحنا نعيشوا في عام التنمية التشاركية بالنسبة للبلديات الكل موجودة في تونس، كان نحكيوا على الجلسات هذه، المواطنين كيفاش قيموها من ناحية الحضور، تعطينا فكرة زيادة على نوعية المقترحات وطلبات المواطنين. معك سيمورات، تفضل. شكرا سي أسامة، مرحبا بك في اللقاء الثاني ضيف في كابا فام، وهذه الإذاعة حريصة على متابعة العمل البلدي، وكان عنا لقاء في 30 سبتمبر 2015، واليوم لقاء ثاني باش نتبعوا فيه مشاغل بلدية الميدا. اللي المشاغل معناها ما تحبسش وما توقفش، ومشاغل قاعده معناها اللي تعالج واللي في طريق الحل ان شاء الله نقول الحل. بالنسبه للجلسات التشاركيه هذه مبدا جديد جاء به الدستور، وما ثماش حاجه جديده مش بلديه الميدا كانت سباقه فيه، لكن ان عملنا 3-4 جلسات تشاركيه في المنطقه البلديه، معناها قاعد دعوه المواطنين بشتى السبل، علامات بورتا بورت بالبوق، عملنا الواحد والدليل على ذلك كون معناها تحصلنا على الموافقه من صندوق القروض باش يعطينا التمويل بناء على المبدا نتاع التشاركيه هذا اللي صار. وكانت كاب افام في خلال اللقاء الاول معناها نتاع 30 سبتمبر 2015، كانت هي زاد اخذنا منها برشا كانطلاق لبعض المشاكل اللي ممكن نحن ما كناش حتى صحيح نعرفها، لكن اخذناها كنقطه انطلاق وركزنا في التنميه نتاع 2016 باش النقاط هذيك نبرمجها في خلال مخطط 2016. وبالفعل معناها تمت المصادقه عليه من طرف المواطنين باغلبيه ساحقه والناس اللي كانت حاضره.
معناها الحضور صحيح. نحن في المادة عندنا مشاكل نتاع عزوف المواطن على المشاركة في العمل البلدي. المواطن يجي كان باش يطرح مشكلته ويروح، لكن المشاركة الفعلية اليومية والمتابعة اللصيقة باش يعرف البلدية ايش عنده وايش ما عندهاش ومن ثم يقع التقييم، هذا اللي نقصنا نحن في بلدية المادة. تبدلتش العقلية هذه في 17 والله ما تحثوش على عقلية، خاطر العقلية قاعدة تتطور في جل البلدية او بناء للثقة. الثقة نحن نقول نقول الثقة موجودة من قبل، معناها 17 ضمن ثم ثقة متبادلة، لكن رغبة المواطن في تحسين ظروف عايشة ورغبته في تحقيق المطامح متاع تخليه معناها يطمح الأكثر من اللي هو موجود توي. ممكن تقارن بالإمكانيات متاع البلدية، ديما نركز على نقطة معينة هي المشاركة الفعلية والمتابعة اللصيقة للعمل البلدي. وقتها المواطن يعرف إمكانيات البلدية وش نجم تعمل وش نجم. إذا هو يعرف الإمكانيات متاع البلدية متاعه وش قادرة باش تقدم له، حاجات يولي معش نطرح على أساس مشكل أو نقص في الاعتناء أو نقص في التدخل البلدي، ولا تولي هذيك مشكلة إمكانيات. مشكلة إمكانيات تعرف اللي بلد ما تمنيت الميدا فيها بلدية وحيدة، بلدية تساند في المؤسسات العمومية كل، معناها المواطنين مش تحدث حتى معناها نجبد شوية نقطة على الميزانية متاع البلدية. الميزانية متاع بلدية الميدا 550,000 دينار، 550,000 دينار فيها 310,000 دينار وهذه أجور، قط 240,000 دينار. 240,000 دينار كيفاش نجبد ني فصل برك نقول راهو الكليراج بوبليك نخلصوا في العام 100 مليون، فهمتني؟ مش تبقى لك 140 مليون هذه باش تمشي للتصرف اللي بتاع النظافه ومتاع الورق ومتاع اكسيتيرا، فهمتني اكسيتيرا. ثم حاجه اخرى زاد نحب ناكد عليها، اللي البلديه نتاع الميدا خلال المخطط السابق كانت بلديه مدعمه كليا، معناها المشاريع الكل تنجزها عن طريق مساعده من الدوله. اليوم في النطاق التشاركية الجديدة دي ما عادش تم بلدية مدعمة وبلدية غير مدعمة. وبالمناسبة هني البلدية معناها في ولاية نابل بلدية المادة اللي تحصلت على أكثر نسبة من المساعدات الغير موظفة في المجال التشاركي هذا. وكنا في الحلقة السابقة زادة تعرضت لمشاكل دوار بالهادي وحي الخيلية وحي الثوامرية. نحب نقول اللي المخطط بمناف التشارك يضيب بنينا المخطط نتاعنا في الأحياء هذه الناقصة، وبدينا في قطاع التطهير بعدنا 2016 هو مشروع 168,000 دينار مساعدة من الدولة غير موظفة، وثم 27,000 دينار معنا قيمة المخطط نتاع 2016 235,000 دينار هذه مش توجد في الأحياء هذيك اللي ذكرت في التقرير السابق، فهمني؟ وقلنا على الأقل نبدو بالتطهير في مرحلة ثانية من مستعد للتعبيد التنوير. عنا التنوير مشروع معناها في نطاق التنمية المندمجة، هو البرمجة كانت 300,000 دينار وطلع المشروع بحكم الارتفاع الأسعار وبرشا طلع 400,000 دينار. المندوبية الجهوية التنمية معناها بعثت مراسلات وإن شاء الله معناها يبقوا فارق متاع التمويل. وبشي حب نذكر بحاجة أخرى لأن هكا اللي في الخمسة سنين اللي تعدوا هذا من أخذ من نحبش نتحدث على فترة صغيرة، مهما كانت صغيرة المواطن ديما الفترة صغيرة تنجم تعمل له حاجة تنسي حاجة أخرى، لكن مش هذه المطلوب. مطلوب هتنقيموا التنمية بصفة عامة في المادة أش صار في 2010-2015 في الخمسة سنين الأخرانية. أي المشاريع اللي كان ضمن المخطط الاستثماري 1,358,000,000 المشاريع متاع هذه تحصلت عليها الميدا نقول المنطقة البلدية فهمتني، بما فيها جزء المعتمديه اللي هو ما نجمعش حتى باللا مركزيه جديده، ماعادش باش تحدثوا بلديه ومعتمديه، باش تحدثوا معتمديه بلديه ككل رقعه ترابيه ككل. عندنا المشاريع ضمن ميزانيه الدوله معناها 2,891,000,000 تنجز منهم 2,500,000,000. عنا نذكر باش خاطر تطول الارقام تعطي ارقام لازم تكون عندك تجميل مدخل المدينه هذه اعاده تغليف شارع 14 جانفي بالخرسانه الاسفلتيه هذه مليار انا تنجز سنه 2015. عندنا انجاز محطه الضخ هذه محطه التطهير في شارع 14 جانفي تنجز زاد ب 150,000 دينار في سنه 2015. عندنا قطاع الثقافه عندنا بناء دار ثقافه هذا مبرمج معناها وقاعده في عمليه تخصيص العقار بين مملكه الدوله ووزاره الثقافه، مشروع هذا مليار و200 وقاعده معناها العمليه ان شاء الله ينطلق في القريب العاجل. عندنا ما صالح الشراب 46,000 دينار هذا يتم بنسبه 100%. عندنا قطاع الشباب ملعب كرة قدم في دار الشباب تنجز بنسبة 100%. وعندنا تصريف مياه الأمطار هذا مشروع مبرمج لكن مازال ما انطلقش لأسباب معناها
وعندنا مشروع الأسباب. الأسباب هي معناها هو وقع المشروع معناها في سنة 2012 وقع إقرار المشروع، لكن نقص في التمويل بقي المشروع موجود لكن نقص في التمويل. هذا على مستوى مشاريع وطنية نحكو، ما نش محكوم عليها. عندنا مشاريع تانية من مندمجة، الكلفة الجملية معناها بتاع عندك قطاع البنى الأساسية طرقات، قطاع البنية الأساسية المنتجة، معنا عندنا فضاء صناعي ومنطقة حرفية هذا 1,500,000,000 وتطور المشروع. عندنا فضاء صناعي تنجز ما قيمته 1,000,000,000 وهو في الكلفة 1,000,000,000 لكن تنجز 1,072,000 دينار، تنجز بنسبة 100%. وعندنا قطاع البنية الأساسية الطرقات معناها تنجز زادة بنسبة 100%. هذا عندنا المشاريع، الملعب حي زادة قاع استلامة الأسبوع الفارط معناها 50,000,000 دينار هذا تنجز. قد ثم مشاريع تابعة للتنمية المندمجة، نحكي كمشروع ككل، عندنا في المنطقة البلدية منطقة حرفية فهمتني نقص تمويلات وبصدد البحث مع وزارة التنمية باش يوفروا لها التمويلات هذه المتبقية، ومشاريع أخرى كما ملعب حي في القريعات وملعب ونادي شباب ريفي في منطقة الرغين هذا معناها زادة أنكور قاعدين يبحثوا لها في بقية التمويلات. معناها هذه كي نأخذ نيجي جملة الاستثمار سنة 2010-2015 في معطى مدينة الميدا ككل، الكلفة الجملية للاستثمار هي 7,239,000,000 دينار، وفي مشاريع خارج مخطط خدمتها البلدية بالتمويل الذاتي نتاعها اللي هي 536,000 دينار. وسنة 2016 المشاريع قيمة المشاريع المبرمجة خلال المخطط هذا 235,000 دينار. ونعاولوا ديما على المشاركة والحس المدني عند المواطن في الميدا باش يجي ويساندنا في العمل البلدي. حبل هنا نسأل سي عز الدين على نوعية العباد اللي يجي، واسكم الفئات الكل يجي ويحضروا الجلسات، نوعية زاد المقترحات وطلبات المواطنين. شكرا. بالنسبة لنوعية شرائح المواطنين اللي يجيوا، احنا تعرف منطقة الميدا معناتها مولاها منطقة فيها كفاءات كبيرة وفيها ناس زوالة وفيها ناس دربس عليهم، يعني جميع الشرائح هي تحضر معناتها الاجتماعات. العنصر النسائي حاضر، العنصر النسائي يحضر، واحنا قاعدين معناتها ندعموا فيه، وفي كل مناسبة معناتها نستدعوهم ونحاولوا كما خلك حتى بورتا بورت. احنا حاولنا نعملوا معناتها مولاها بخلف معناتها الاعلانات اللي نهبطوها على الفيسبوك، احنا عندنا معناتها صفحة معناتها نتاع فيسبوك موجودة نتاع البلدية، نزيدوا نمشيو بورتا بورت ونستدعوهم، قاعدين بالعمد وبالمجتمع المدني، فما مجتمع مدني قاعد يتحرك وفما ناس قاعدة تعاون فينا وقاعدين يحضروا. موقع الويب بدأ يخدم، موقع الويب البلدية مازلنا عملنا موقع ويب لكن موقعش اللي برجمه متاع التوطين بالعربي، التوطين متاع معناها ان شاء الله في تعرف خطر خطر في الحلقة اللي فات من الميدا لا وقع الاعداد وتسلمنا الموقع، تسلمنا الريسبسيوني من اللي يخدم لنا الموقع، لكن مازلنا ما عملناش توطين حاجة هنا. فمعناها جبت الفكرة كونها اللي تعرف نرجع للبلدية الميدا، قلت لك راهي مدعمة كليا، معناها جان في فيفري ما نجموش نبدو مشاريع، فهمتني، خاطر ما عندناش فلوس ديتال صورت موارد في البلدية ذاتية اللي نجمو نحنا نبرمجو مشاريع مستقبلية، نعملو موارد، الموارد اللي تخلط على ذوق الموارد هذيك وقتها يقع قرار المشاريع. ما نجموش البلدية بإمكانيات متاعها الحالية ما تنجمش تخلق مشاريع في المنطقة، فهمتني. باهني نقول موقع ويب مش صعيب، لا ما لا هو اجراءات اداريه راه، خاطر احنا تو كاين احنا تعرف في مثلا دوره فيفري يقع تنقيح الميزانيه وتنقحت تعرض للمصادقه سلطه الاشراف وصادقه سلطه الاشراف، ووصلنا للملف السيد مراقب مصاريف جيست باش يقع الادراج نتاعها على المنظومه ونبدا نخدم على رواحنا معناها بما فيهم ايش هي نجم انا عمليه نقولوا احنا تقنية ماشي معناها إمكانيات ولا وإن شاء الله نجم تعملوا انتداب حتى للشباب معناتها يشكون لاهي بالسيت ويب هذايا للبلدية. سمحني لهنا داخل كلمة رسمية بالنسبة معناتها الموقع هذايا اللي باش معناتها حليناه، راهو أنت قلت سهل لكن أنا نقول لك راهو مش سهل، خاطر تعرف منطقة معناتها بلدية مش تحط فيها معطيات، مش تحط فيها تقارير، مش تحط فيها واحد، يلزم يكون فيه معناتها جانب الإرقومية احنا نقولوها، يعني يلزم تكون فيه معناتها جانبك سرية المعلومة، وسرية المعلومة ما يلزمش معناتها إنسان يدخل ونجم يبدلها، هنا ما ينجمش أي إنسان نجم يعمل معناتها كمولها سيت ويب إذا كان ما يكونش محمي، ويكون معناتها كمولها سيت ويب يتماشى مع معناتها الإدارة العصرية نتاع الجمهورية فيه. نحكيو توا على المشاريع نتاع سنة 2016 قبل ما نحكيو على مشاغل المواطن في الميدا.
شكرا. قبل ما احكي على مشاريع 2016 بدي باش نطرقوا المشاريع اللي هي بصدد الاعداد الانطلاق اللي هي على ميزانيه 2015. هذه ترجع صارت عليها الموافقه. موافقه في 2015 عندنا مشاريع بسبب معناتها الانطلاق، عندنا تهيئه وتعبيد مسلك ولاد العياري هذه بعينات فرتونه نص كيلومتر بتقديرات 115,000 دينار بسبب الدراسة. تعرف أنت المشاريع هذه ثم دراسات فنية تقع بالمصالح التجهيز مصالح قيس الأراضي باش على ضوء هي بعد معناتها التكلفة الحقيقية للمشروع ويهبط الإعلان في طلب العروض معناتها في الجرائد. عندنا تهيئة وتعبيد مسلك ولاد عمار هذايا في المرازقية في الميدا لسدد زاد الدراسة 184,000 دينار. وعندنا تهيئة وتعبيد مسلك ولاد عون في الرغين 0.8 كيلومتر ب 184,000 دينار بصدد الدراسة. وعندنا تزويد المسرح للشراب، تزويد حي ولاد الرايس بالمسرح للشراب 10 عائلات هذا يزيد ب 20,000 دينار و500 في طور اعداد الاتفاقية بين المجلس الجهوي والسوناد الشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه. عندنا مشاريع التنوير العمومي احداث شبكة التنوير العمومي معناتها في الرويقات فرتونة هذا بصدد الدراسة 24,000 دينار. وعندنا شبكة التنوير العمومي بالحمادة القرشين زاد 30,000 دينار بصدد دراسة. المشاريع هذه كلها بصدد دراسة. على كل أحداث شبكة التنوير العمومي بقرية عين غراب 30,000 دينار. عندنا أحداث شبكة التنوير العمومي بقرية سيدي بوعلي فرتونة 5,000 دينار. عندنا أحداث شبكة التنوير العمومي بقرية الخلايفة 4,000 دينار. عندنا أحداث شبكة التنوير العمومي بقرية لبنى 4,000 دينار. عندنا أحداث شبكة التنوير العمومي بقرية فرتونة 4,000 دينار. وعندنا أحداث شبكة التنوير العمومي بقرية الرغين 4,000 دينار. عندنا الإنارة المنزلية معناتها فما عائلات اللي هي معناتها يتبناها معناتها المجلس الجهوي باش يوصل لهم الضوء معناتها الديار نتاعهم. تزويد مساكن بواد شيبة معناتها بالتيار الكهربائي هذا 14,000 دينار. بالنسبة للمشاريع اللي تو معناتها مولوها مبرمجة على ميزانية 2016 واللي وقع معناتها أخر اعتبار، عندنا الاتصالات، عندنا تحسين تغطية شبكة الهاتف الجوال معناتها مولوها اللي هي تقدر ب 325,000 دينار. عندنا تركيز معناتها شبكة الهاتف القار اللي هي معناتها مولوها بالميدا معناتها مولوها تفوت ال 500,000 دينار. عندنا البريد اللي هو معناتها مولها تهيئة مكتب بريد الميدا تهيئة داخلية يعني توسعة ثم 10,000 دينار. عندنا بالنسبة للمشاريع التربية عندنا تعهد قاعة التدريس يعني تهيئة المركب الصحي وبناء الرصيف الحامي وصيانة السطوح وتجديد الشبكة الكهربائية بالمدرسة الابتدائية النور ومذويل بالميدا 150,000 دينار. عندنا صيانة الأبواب والنوافذ وتكتيم السطوح وتجديد الشبكة الكهربائية وصيانة كامل المدرسة الابتدائية 400,000 دينار. عندنا بناء قسم تحذيري 33,000 دينار. عندنا تهيئة فضاء تحذيري 10,000 دينار. وعندنا بناء مطعم مدرسي 47,000 دينار. عندنا الشباب والرياضة مواصلة تهيئة مركز تخيم والاستياف الرجاء، تعرف لي الملعب نتاع الرجاء معناتها مازال نقص في الاعتمادات زادوه 150,000 دينار باش يكملوه. عندنا تهيئة دار شباب الميدا اتمام الفضاء الترفيهي تعليد السياج الخارجي 150,000 دينار. عندنا مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2016 فيما يخص المسالك الريفية، عندنا أربعة مسالك ريفية، عندنا تهيئة وتعبيد طريق المعيسرة ولاد عمر هذا اللي وقع فيه إشكال عام ناول وحدثنا عليه وقلنا باش نبرمجوه هذا 4 كيلومتر ب1,000 دينار يعني مليار. عندنا تهيئة وتعبيد طريق أم ذويل الخليفة 700 متر 175,000 دينار. وعندنا تهيئة وتعبيد دار الشباب أم ذويل وصولا معناتها هذا الطريق نتاعها وصولا إلى خزان توزيع المياه بالميدا 500 متر ب 150,000 دينار. وعندنا تهيئة طريق المقبرة بعين غراب بالميدا 180,000 دينار. وبالنسبة للمسارح للشراب عندنا تزويد 9 معناتها أحياء معناتها تجمعات سكنية خاطر كيفاش نعطيهم بالعائلة معناتها عدد معناتها واحد 9 عائلات تجمعات مش حي تجمعات العائلة الأولى هو تزويد حي ولاد الشبعان بمذويل، عندنا تزويد حي الحمام فرتونة، عندنا تزويد حي الرمل بتفلون، عندنا تزويد حي ولاد بوذريوة بتفلون، عندنا تزويد حي ولاد عتيق بتفلون، عندنا تزويد منطقة القرشين الشرقية، وعندنا تزويد حي ولاد السويعدي بالخليفة. هذوما معناتها تفادت المياه 30,000 دينار معناتها الكلفة نتاعها. وعندنا تطهير، عندنا تطهير قرية تفلون 400,000 دينار، وعندنا تطهير قرية أم ذويل 300,000 دينار. وعندنا البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2015 اعتمادات إضافية هذه هي مش تخدم على 2016، توسيع وتهيئة شبكة التنوير العمومي بأم ذويل 30,000 دينار و500، تزويد مساكن بواد شيبة والتيار الكهربائي 14,000 دينار.
هذه معناتها مجموعة المشاريع اللي معناتها خصتها الدولة معناتها إلى معتمدية الميدا. يحكيوا على البنية التحتية اللي قالوا متهارية برشا، العبيد مش راضية على الأشغال نتاع الكياسات. شوية خرزنا نحكيوا على المركز الصحي، برشا يقول لك ناقصين أدوية في السبيطار ويطالبوا بالاستعجال. تفضل سي عبد الحكيم، نبدأ معك على مشكلة الكياسات اليوم في الميدا، العبيد تتشكى من بطء الأشغال وماهيش راضية على الأشغال هذه. شكرا سي أسامة. بالنسبة للأشغال الموجودة داخل المنطقة البلدية، فهمني قرار فهمني في المخطط السابق فهمني تهيئة وضع بيد نهج الهادي نويرة، نهج فرحات حشاد، طريق مقبرة حي الجازي وطريق الرابط بين شارع نقلدون وشارع الحرية على مستوى القاعة الرياضية بكلفة 263 ألف دينار، وقاع إسنادها المقاولة فهمني تم فهمني البدء في الأشغال، وقعت لنا معها شوية مشاكل كذا كل شيء من ناحية فهمني أمورها هي معناها مش واحد فهمني وقع تعطيل من ناحيته. علاش تعطيل؟ فيش بالضبط؟ التعطيل يتمثل انه فهمني الامكانيات الماديه نتاع ماشي فهمني. بمعنى شو معناتها الامكانيات الماديه ماشي؟ معناها يخدم فهمني مده فهمني وتقف الاشغال فهمني. استدعيناه فهمني، جاء فهمني معناها عملنا معاه جلسات فهمني معناها القيام بالاستئناف الاشغال فهمني. اخيرا البارح بحضانا فهمني عملنا معاه فهمني جلسه عمل على اساس وعدنا من هنا لاخر الشهر باش يكمل الاشغال. هي النسبه وصلت 80% بالنسبه، مازالت كانت الطبقه معناها التغليف الطبقه الاسفلتيه كهو. ساعدتين عندك كلمه؟ فيما يخص معناتها الاشغال هذه نتاع تعبيد وتهتيم الطرقات، عندنا اشكال مع شركه البارودي، هذا ما يخفاش على الناس الكل. انت تعرف اللي الصفقات العموميه هي معناتها لازمه ما بين الاداره وما بين المقاولات. اذا كان المقاول يخل معناتها بند من البنود، ثم اجراءات وثم تراتيب اداريه نتبعوها. احنا بعثنا له الليتر دو ميزون دومور اللي هي معناتها المراسله الاولى والثانيه والثالثه، ومن بعد تعدينا الى فسخ الصفقه بحكم كونه هذا خل بالالتزامات نتاعو على مستوى معناتها مولاها الوقت يعني فات برشا. وبالنسبه للمقاولات هذه معناتها تعاني مشاكل معناتها ماديه، شيء اللي خلانا معناتها فسخنا معها الصفقه. وبقات ماك تعرف كي تفسخ الصفقه ما تنجم انت تعاود معناتها لازم طلب عروض جديد. قلت طلب عروض جديد يلزمك ساعه تصفي معها الحسابات معناتك مولاها تعمل معها قائمة تقديرية في الأشغال اللي تمت باش نجم تخلصوا، ومن بعد النقائص اللي مازالت وإلا الأشغال المتبقية هذيك تهبط في إعلان طلب عروض جديد. وإذا كان طلب العروض هذا يجي أقل من المونتون اللي كان معناتها القيمة اللي ترزت الباقي نتاع الفلوس هذيك تولي معناتها تخلصها الإدارة معناتها البلدية، إذا كان أكثر مش يولي يتحمل مسؤولية هو المقاول الأولاني صاحب الصفقة الأولانية. احنا لهنا الحل نتاعنا مش باش نفسخوا الصفقة، هل نتاعنا باش نكملوا الاشغال هو التزم باش ينظف، خاطر ماك تعرف كل مقاول كي يخدم عنده ثم بعض التحفظات تقع في مستوى معناتها انجاز الاشغال هذه. بعض التحفظات هذه جاء البارح بحثينا واجتمعنا باش معناتها يلتزم باش يرفع التحفظات هذه، وهكذا كنعملوا معاه معناتها لو ديرني دي كونت بالنسبه له هو ويخرج هو ونشوف الميكرو سي عزتي تفضل. دونك خلينا ناخذ التليفون وبعد كده نكملوا مع الاضافات نتاعك سي مراد. مرحبا بسي حسام الميدا. مرحبا بك على راديو كابو فان. مرحبا عايش. الحمد لله. بارك الله فيك. تفضل سيدي. بالله يا سي أسامة. تفضل. حاب نسأل السيد كاتب العام. أي. هو قول لي احكي على كاس النون، احكي على لبنى، احكي على برشا بلايص، قرطونة والخلايصة واللي تابعين. علاش علاش ما حكاش على شط الزهور؟ هو قال البلايص هذوكم ذات تبقى في لحية كاكا ولا؟ تفضل سي عزدي. لو انا شط الزهور عند ذات تبقى في لحية ولا منطقة بلدية ولا منطقة مثال تاعي عمرانية ولا شنو التصنيف نتاعها؟ هي خاطر فما برشا اشكاليات واقعة في حكاية تعبئة الماء والضوء هذيك في شط الزهور. فما بنايات معناتها فما ناس قاعدة فيها في أراضي معناتها نقولوا نحن بالمليارات
جيب مجلة إلى إذا فما حد شيء. وبعد تجي تاجة كشركة قلوا نحن شركة خواص يعني حكومية. أنا ما نعرفش حكومية ولا خواص. أنا من قلت ما عادش فيها حد شيء. قال لي أنت ما تعرفش المنطقة نتاعك الصبغة نتاعها شنية. فهمت؟ تطلع معكم ديميتا صحيح لكن الصبغة في لحية. قانونيا ما نقولوا نحن دولة القانون والمؤسسات. حبوا نحن مشكلة مبررة. ونحن نفسه الحديث هذايا دولة القانون والمؤسسات شرط ظهور كصبغة في لحية. أنا واحد من أمامي جبتي مريض أنا عندي لحمة في راسي كبرى 5 سنتي وكلمتك أنا قداش مرة في أسامة. وأنا دي لحظة كنت في المعتمدية أنا صح مشيت المعتمدية قالوا لي اتصل بالكاتب العام في عم سالم ما أنا هو كاتب عام واحد آخر من عرش سمحني ما أعرف لأني كاتب العام سي مراد بن عونة البلدي مرحبا بي نتشرفوا بي لكن أنا إذا كان أنا صغاري تقعد للظلام فهمت؟ أنا المرأة عندها مرض نقولوا نحن فقي مرض مزمن وأنا عندي مرض فقي لحمة في رأسي كبرى 5 سنتي حير حتى باش نعمل إيرام تجي ستيك تعطيني أنا باش تهبط لي كونتير نتاع منقل ضو تعطيني 1,500,000 على خاطر قالوا لي هذاك تقسيم شفت الزهور فاهم قاسم الناس كل تعرف اللي شفت الزهور الناس كيل بالحبل وانده ابني وكهو لا فما رقابة لا فما فماش رقابة في شكل الزهور لا فماش عمرانية شملة واحدة منطقة فلاحية وفما شكون غديكة اللي عامل تراسلات فوق البحر ويعرفوا في الكاتب العام مراد يعرفوا انا نقول له يعرفوا كانت قبل نذكر له اسمه وكان نذكر له اسمه هاو باش يجاوبك سي مراد على تساؤلات نتاعك الكل مع وبعدها فما تعقيب من عند سي عزدي جس للتوضيح مع سي حسان ومع المتدخلين الكل اللي الموجود اليوم كاتب عام بلديه ويحكي على المنطقه البلديه شط الزهور خارج مرجع النظر البلدي وما عندناش اداريا ولا ادبيا سلطه باش ندخلوا فيها. اي من هنا ينجم سي عزدي يجاوب خاطر معتمد ورئيس بلديه. ونحن نكمل السيد المعتمد باش يتفضل سي عزدي. اقعد معايا حسان. شكرا سي حسان نشكروه على التدخل هذايا ويظهر لي سي حسان جاب حدايا المكتب نتاعي وسبقه انه طرح علي الاشكال اللي عنده فنحب نوضح له اللي قداش عندها الحكايه عندها جمعه من با ولا 10 ايام ما تفوتش جاب حدايا السيد هذايا ونذكره مليح بالنسبه للمثال تاعي العمرانيه اللي موجود في شط الزهور شط الزهور عندنا مشروع نتاع مثال تاعي العمرانيه ما يخفاش على خيال الكل اللي منطقه شط الزهور تولات معناتها تجمع سكني كبير صحيح معناتها الى حد الان ما زالت الصبغه نتاعها صبغه فلاحيه لكن فيها مشروع بسدد الانجاز اللي هو مشروع تهيئه عمرانيه عند التجهيز وقاعد معناتها مولاها ماخذ شوط متقدم معناتها من الاشغال ان شاء الله بحولها مش تدخل مثل تهيئه على خاطر هذه المنطقه دي ما عندناش نجم نرجعوها منطقه معناتها فلاحيه وبحكم البناءات بحكم زاد الانفراستركتور اللي عملناها احنا غادي طريق التنوير العمومي هو يعرف هذا هو بون طلبت عليه ستاج 1,500,000 ولا 1,050,000 هذه ماك تعرف فما دراسه فنيه تقوم بها معناتها مصالح ستاج حسب المسافة حسب الترونسفو قداش بعيد عليه منين باش يجبدوا له معناتها الضوء هذه أمور فنية هذا ما يعنيش إذا كان يحب احنا نزيدوا ندخلوا له باش يعمل معناتها جدولة نتاع معناتها المقدار هذايا اللي هو كلفة باهظة شوية نجموا حتى إنسانين واجتماعيين تعاونوه نجموا إذا كان فما إمكانية معناتها مولوها كيفاش هو كل ما في الأمر هو يناقش معناتها في المبدأ المبدأ بالنسبة لي نحن راهو إذا كان فما ناس خذات الضوء في منطقة وفي تجمع احنا ماناش مش ممكن نقولوا هذوما خذاو قبل والا تو ديما مسؤوليه معناتها مولها الاداره كيفاش خذاو اما هذا ما يعنيش اللي المنطقه هذيك ولات منطقه كبيره ولات معناتها مولها يعني منطقه سياحه بيئيه فيها منتزه كبير وتو ماخو اسم كبير احنا بالنسبه لنا احنا بالعكس قاعدين ندعم ونحبوا نحلوا لها الاشكال نتاعها اللي هو مشروع التهيئه العمرانيه وان شاء الله في القريب العاجل باش يتحل شكرا تفضل باش نحب نرجع لمشكله الطرقات في الميدا خلينا نكملوا مع سي حسين خاطر قاعد يسمع فينا سي حسين نسمع فيك معناتها عندك تساؤل اخر سي حسين نجم الوضعيه جوست على الوضعيه نتاعك نحب الوضعيه نتاع سي عز الدين بعيد عليا 5 متر يهبط كونتير ب 250,000 فهمت وانا نهبط من قال ب 1,500,000 نقطة عندك المعطيات الكل انت يا سي حسين معناتها انا نعدي لك تعطيني نمر الفاكس ونعدي لك المطلب والترخيص ونعطيك انا كيفاش مجددين انا كدفعه
400 غير 5000 395 دينار. اللي انا انا مريض قلت لك عندي لحمه في راسي تطلب لي بيضه ان شاء الله لاباس يا صح حسين. انا ما عملتش حتى ايرس وهل هي كل انا ماشي جاي على السيد معتقد باش يعاونني باش يعاونني باش نعملها الايرس. باه سي حسين نجمو نتعاونوا مع بعضنا راديو كابا فيل وسي عز الدين ان نتعاونوا ان نشوف الوضعيه نتاعك الاجتماعيه والانسانيه سي حسين. انا طالب سيد المعتمد يعمل مزيه ليا هو كسلطه اولى في البلاد ينجم يتكلم شويه تستاهل فهمت يعني والله اذا كان تحب تسمى ناس حتى بعيده على السلطه يحب يقضي لك يقضي لك راهو ما يحبش يقضي لك ما يقضي لك. سي حسين فما ناس بعضايا هبطوا المنقاله 250 دينار. سي حسين على كل مرحبا بيك مره ثانيه. وبالنسبه وانت جيت بحذايا وتحدثنا في الموضوع وقلت لك اذا كان امكن نعم انت حلتني للعنسات. لا مش حلتك افهمني 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 مش حلتك. انا اليوم تعرف عندي جلسه نتاع معناتها التمويل نتاع الجمعيات في الولايه الصباح والعشيه هاني سيرونتين معناتها تسمع فيها الور معناتها قلت له بالنسبه لي انا اذا كان جاك السيد خذ عليه وانا الموضوع نتاعك باش ناخذه شخصين وباش نتصل بالستاك وماذا بيا كان تحب غدوه تجيب حدايا نمشيو مع بعضنا للستاك وانا بحول الله معناتها نحل لك الاشكاليه مع الستاك على عين مكان. هذا موضوع هذا وعد في المباشر يا حسن. المباشر اجاني غدوه لا بريمير اور بحول الله الساعه الاولى نمشي مع خويا وشكرا وربي يشفيك. حسين انقطع الخط مع حسين. كنا نحكيو زاد على المشاكل هذيا نتاع الاشغال نتاع الكياسات برشا حفر حتى في التقرير زاد فما برشا كياسات فيهم برشا مشاكل والمواطن مازال يعاني من بط الاشغال. المواطن هنا راه ماهوش باش يمشي للبلديه يقول لهم انا مقاول قاعدين تتعاملوا معاه باش يشوف كل شيء على ارض الواقع كياسات مريقله كياسات منظمه باش يقول يعطيها صحه البلديه كان ما يلقى حتى شيء على الواقع باش يقول بلديه فيها مشكله. شكرا سي حسين. احنا الاشكال نتاع الكياسات والطرقات هذيا هات نوضحوا الجانب الفني حتى من جانب اختصاصي يعني قبل ما نكون معتمد معناتها واحد. الطرقات هذيا سي بيكوش تخدم بالبيكوش. البيكوش هذايا هو غريفي ومعاه ليميلسيون ما يتحملش الماء واحنا منطقه والمناخ نتاعنا معناتها فيه امطار وفيه منحدرات اي مطر واي سيلان نتاع ماء قوي شويه يحفر معناتها الطريق يعني ديما عرضه للواحد. هذا ما يعنيش اذا كان فما معناتها مولاها يعني تحفظات على اشغال قامت بها شركات او مقاولات احنا رانا لهنا ماناش باش نخبيو بالعكس احنا المقاوله هذه عملنا ريزيلاسيون علاش؟ على خاطر وخر خاطر الخدمه نتاعو مشاتش مريقله واحنا لهنا رانا نطبقوا القانون. واذا كان فما مواطنين عندهم تحفظات احنا عملنا برشا تدخلات لكن تعرف راهي فما طرقات مرقمه على مستوى المعتمديه تتدخل فيها التجهيز. وانت تعرف التجهيز معناتك مولاها كفرع يخدم منزل تميم اقليبيا معناتها الهواريه الميده اذا كان احنا نطلبوا معناتها طلب مرات تبدا مش موجود الميلسيون مش موجوده اللي باش يخلط بها ويقع شويه تاخير ايش نعملوا احنا؟ نجيبوا شويه تيف نعملوا معناتها اجراء اولي تدخل اولي باش نصلحوا الطريق وقتين حتى لين من بعد يدخلوا التجهيز وتم معناتها الاصلاح الكيفي. اما الوقت يشد برشا وقت. لا 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 احنا اذا كان تدخل الوقت احنا تعرف ايش نعملوا؟ عندنا فريق نتاع نظافه. هات الأمانة نتحدثوا احنا راهو ما عندناش فريق معناتها خاص بصيانه الطرقات عندنا فريق اللي هو عمال نظافه وتعرف انت عمال نظافه قبل اللي كانوا يخدموا في النظافه معناتها كلهم معناتها رجال كبار واحد ثم ثلاثه معناتها اولاد صغار اللي تلقى شكون فيهم عامل عمليه ورغم هذايا ندخلوا معناتها في الحين وقاعدين نصلح. تفضل سيدي سي اسامه النظافه معناها كي نحكوا على الطرقات في الميدا اللي في خلال الخمس سنين هضمنا معناها الطرقات اللي تحدثت في المنطقه البلديه بالميدا معناها داخل المخطط من مليار ونص صرفنا 30% معناها 500 ألف دينار في الطرقات وفي المشروع المندمج مليار و500 في الطرقات ثم طرقات اتحلت جديدة حسب المواصفات الفنية تم إشراف من التجهيز. الإشكالية الطرقات يعني الموضوع اللي تطرح هو في عملية الصيانة للطرقات الموجودة معناها طريق اللي يتعدى 7 سنين و5 سنين وما تقعش فيه الصيانة مش تقع فيه حفر هذا يرجع لإمكانية البلدية
معناها فنيين ثم ناس نتاع اختصاص هم يعرفوا الفني معناها الطريق مخدوم حسب المواصفات ولا والمواطن ينجم يتبع وكذا وثم ريكلاماسيون نتبعوا اما مقاول مازال يخدم في معناها انكور يخدم ما نجمش نجي نقول له راه هذه زدت حتى 30 سنتيمتر تبونا وهذه 20 سنتيمتر بعدين في ثم ريسبسيون ثم بيريديتيد يتبع هو اللي يتبع هو اللي يراقب الاشغال. الاشكاليه هنا في المنطقه البلديه هي اشكاليه الصيانه نتاع الطرقات والصيانه مربوطه بالموارد نتاع البلديه فهمتني بالتعاون مع التجهيز معناها من وقت لاخر تعطينا معناها كونتيتي من الروبي باش نسكروا حفر بروفيزوار مو لكن الصيانه موجود معناها تكاد تكون معناها حسب الامكانيات وما ما بقيناش مكتفين اليدين بالتنسيق مع معناها عملنا في الجلسه اللي فاتت في المجلس البلدي اطرحنا الموضوع هذايا وطلبنا من صندوق القروض باش يعطينا مساعده خارج المخطط لصيانه بعض الطرقات ما نقولوش الكليكا اما باش نعملوا صيانه لبعض الطرقات بالمنطقه البلديه على الاقل اللي متهريه شويه باش نحاولوا نحسن واليوم المنطقه البلديه معناها بالداخلين احنا على منظومه جديده معناها بالدستور وتطبيق الفعلي للمشاريع التوسع نتاع البلديه باش تولي تشمل كامل المنطقه البلديه نتاع الميدا غوده باش تضم المناطق الكليكا معناها الاشكاليات اللي عندنا تو تمثل 50-70% غدا مش تولي 150% مش تفوت طاقة الواحد طاقة الطاقة الجبائية متاع البلدية والمواطن هنا هكا متهرب من الأداء البلدي ما يجي يخلص الأداء البلدي اللهم عنده خدمة في البلدية ولا عنده معناها كذا عم ثمك النوع بين حكيتش عليهم ولا في الجلسات والله في الجلسات التشاركية معناها كانت عندنا معناها حوصلة لكل حي قداش يخلص وكل شيء ووصلت النسب الكل والتوعية موجودة لكن المواطن وقت اللي تلقى بلدية الميدا في حجم بلدية الميدا تلقى عندها 100 مليون معناها مثقلة عند المواطن ويجيك معناها يخلصوك في العام 25,000 دينار 25,000 دينار هذه معناها ما تنجمش تعمل باش تصلح الطرقات باش تصلح الكليراج بيبليك باش تشوف برشا مشاكل هذه حبيت نضيف خاطر تو نقولوا معناها مشاكل نتاع الطرقات ماهيش مشاكل فنيه مشاكل امكانيات نتاع بلديه امكانيات للصيانه الدوريه نتاع الطرقات كما في البلديات الكل كما في المناطق الكل باهي خلينا نكملوا مع التليفونات ومعنا خليل من الميدا تنرجع لك سي عزيزي الو عسلامة سي خليل عسلامه سيدي شنو حالكم؟ والله لاباس يعيشك بارك الله فيكم مع الاجابه وانا راهو سمعت مع ما كنتم تحكيو مع السي حسان فيما يخص المثال التهي انت عشرة زهور سي عز الدين مشكور وجماعه معنا سي كتب عام معنا اتصلت بهم من الاوقات نخدم في الخدمه وعندي معناها قطعة أرض نحب نهيئوها باش نعملوا لها معناها مشروع معناها سياحي معناها ينجم حتى ينفع الجهة لا من ناحية الأداءات من ناحية الديناميكية وكل شيء تبقى قعدنا معناها النجم نقول لك معناها متعطلين من ناحية البلان دوميناجمون معناها باش ندخلوا الماء وباش ندخلوا الضوء إلى حد الآن معناها الأمور كل معطلة مشاريع بالعملة الصعبة معناها ولد الجهة ومعناها قابل باش معناها مش قابل معناها من واجبي باش نستثمر في بلادي ونفع أولاد منطقتي تبقى معناها الأمور الإدارية إلى حد الآن واقفة البلان دوميناجمون معناها باش هي وينفع الجهة الكل إلى حد الآن عبيد يوسف مثلا معناها وقتاش الدين مشكور قال معناها ما عادش بعيد نعرف معنا باش يعطينا شويه امل وقتاش نجمو نقدروا في المشاريع نتاعنا ان شاء الله. معناتها انت باش تعمل مشروع يكون باهي للسياحه في الميدا في منطقه شط الزهور. المشكله لهنا تسال على المثال التاهي العمر هنايا كيفاش باش ندخلوا الماء كيفاش باش ندخلوا الضوء وسمعت سي عز الدين قال معناتها عن قريب معناتها باش يصير حل الاشكال هذا. فوالا وقت ان شاء الله معناها باش معناها نبداو الواحد يرجع شويه امل لسيما كان ممكن. واحنا ماذا بينا نلقاو المشاريع هذيا من العباد الكل الموجوده في اي منطقه في بلادنا؟ جاوبني سي عز الدين على التساؤل نتاع سي خليل وخلي نسمع فكره طيبه فما مشروع باش يخدم عباد موجود في الميدا لكن المشكله هنا في شط الزهور والتهيئه العمرانيه نتاعو.
هو كيف ما يعرف سي خليل اللي الزياره الاخرانيه معناتها زياره معناتها العمل اللي اداها السيد معناتها وزير املاك الدوله والشؤون العقاريه اثرنا من بعض المشاكل المشاغل هذه نتاع شط الزهور واعطانا بعض الحلول معناتها مولاها الحلول الجزئيه ان شاء الله بحول الله. قال على الاقل معناتها كلم لخيان في املاك الدوله لهنا معناتها الاداره الجهويه باش يسرعوا معناتها في الموضوع هذا ويعطيوا معناتها مولاها تخصيص معناتها وقتي باش نجموا معناتها الناس هذوما ياخذوا معناتها ياخذوا مثال معناتها مولاها رخص البناء او ينجموا يتمتعوا حتى معناتها برخص التنوير معناتها المنزلي او معناتها الماسرح للشراب. معناتها السيد الوزير معناتها خذاها على عاتقه كونه كلم معناتها لخيان وان شاء الله بحول الله احنا معناتها اجراءات اداريه مبسطه باش نقوموا بها وبحول الله نلقاو معناتها الحل. بون تقول لي انت تعرف اللي معناتها المشروع نتاعك انا جيت بحذايا معناتها للبيرو ولقينا فيه قرار هدم وهو يعرف معناتها كيفاش انا معناتها نصحته ويلزم معناتها تعاود تطلب معناتها مراجعة وتحاول معناتها تقابل سيد الوالي وتحاول معناتها ترفع معناتها المظلمة نتاعك. هو يقول مظلمة خاطر أنا ما معناتها مولاها ما ريتهاش أما بالنسبة له هو معناتها إن شاء الله بيحاول له المشروع نتاعه باش يران نور بعد ما معناتها يتم معناتها المصادقة على مثل الهيئة العمرانية هذه. سي خليل ما زلت معنا؟ يظهر لي سي عزيز معناها أنا وقتها مشينا جميع للسونات وقتها. لا أنت سيد الطبيب دكتور دكتور لا خاطر انا عندي زوز غادي اي دكتور انا الدكتور انت ما تعرف مشيت معاك انا للسونات حاولت انا شخصيا معاك للسونات وحاولنا معناتها الموضوع ما تعرف فما ادارات معناتها محليه غادي معناتها تقول لك انا بالنسبه لي انا ما نجمش معناتها ندخل في منطقه ونهيئها وهي معناتها مش داخله في مثال الهيئه العمرانيه وبالرغم هما من الاول معناتها يعني مشاو معاه وخلص حتى الفلوس ودخلت انا مع السيد معناتها مدير الاقليم على اساس باش تسوي الوضعيه ان شاء الله بيحاول الله معناتها نزيدو نرجعوا له ونزيدو نشوفوا وين وصلتوا كاو دونك والله ان شاء الله تعطيه موعد اذا كان انت موجود اخويا ماذا بيا انا غدوه نجم الصبحيه الكل بذمتك وذمت اللي قبلك مرحبا بك والله ان شاء الله ما لكن هكا غدوه ممكن شويه ما نولي نتعدى بحداك ان شاء الله نكلمك قبل كلمني قبل ومرحبا بك غدوه لسي حسين وبعد غدوه لسي خليل اذا كان ما عنديش التزامات نتاع اجتماعات اخويا مرحبا بك في الوقت اللي انا موجود فيه في المعتمدين نكملوا مع التليفونات ومعنا صابرين من الميدا الو عسلامه صابرين الو عسلامه مرحبا بك وبالناس اللي تسمع فينا في الميدا عايش خوزة ما ربي يخليك مشكور على اتفاقك في الإطارات بلدية الميدا بارك الله فيك عايش عطيتهم الحق انهم يتكلموا بس هم عندهم برشا ما تكلموش ومشكورين زادة الإطارات انهم متواجدين معاك تفضل صابري انا عندي اسئلة موجهة لكافة الإطارات الموجودة معاك ما مش حاجتي بالمعتمد في شخص وإلا حاجتي برئيس كاتب العام البلدي هاي اللي يحضر معنا انا عندي سؤال هذا اولا كيف الزوزية موجودين جنب بعضهم ما قدمهمش منفى حتى دودة ذا سؤال كنت عودي السؤال صابرين دوز الزياد بحضر بعضهم تقل على عين المكان وتصير برشا اكسيدونات غادي ما فماش حتى دودان انها تحمي الكلام ذوكم الا تحمي جماعة دار الثقافة ولا دار الشباب الموجودين غادي ما فما حد شيء يحميهم دار الشباب نتاعنا موجود بها نادي طفولة فرض وقت تصور انت يسمى ماهوش دار شباب مركب ثقافي كامل اللي هما طاو باش يعملوا دار ثقافة ولا يلوجوا على ميزانية دار ثقافة ساعة خرجونا لدي طفولة من دار شباب ردوا واحد هذه الحاجة الأولى عندنا مشروع عمارات كانوا يكريوا فيها أساتذة يعني كانت تدخل بالقدام والقدام المشروع ذاك ولا بؤرة فساد نجم تمشي تشوف كان موجود في التقرير هذايا يا صابرين نجم تدخل على الباج فيسبوك نتاعنا راديو كابا فام موجود في التقرير وباش نحكيوا عليه ديجا اي عاملين مشروع جديد بالمليارات وكونك هما كانوا المليارات اللي استعملوهم هذاك المليار كنتوا تعملوا به الاصلاحات نتاعكم القديمه علاش تمشيوا للجديد واحنا عندنا ترميم للقديم رمموا القديم نتاعنا كملوا الكياسات اللي حليتوهم تو انا واحده من الناس عندنا كوشه على الكياس غبره وسخ ومشينا الغادي وطالبنا بدودان اوموا ما باوش وديجا دارنا ولا كوشتنا قريبه للليسي والبلديه تسمع منا وتجي يقول لك المقاول عمل المقاول كذا المقاول انتم جبتوه على الكيسات هكاك عباد ما عادش تنجم تدخل لكراجاتها تقول انت كياس محفور ما عادش تنجم لا تدخل الكراهب لا تحل كراجك لا حد شيء الماده كسروها العباد ولا تصلح بها لحساتها انت علاش تكسر انت الماده خليك هكاك كنا راضيين بيه احنا الكياس كما هو اذا رمم القديم قبل ما تعمل جديد أنا مشروع دار ثقافة ومشروع درشني ومشروع درشني رملنا نتاع الكياسات اتركني عندك اعمل فيها القديم احنا مناش طالبين الجديد صلح القديم وبعد امشي للجديد طلبتها واضحة سي عز الدين صابرين اقعد معي اي اقعد معايا صابرين باش نربحوا الوقت دونك لناس يا عز الدين
معناتها الطلبات نتاع صابرين كما قلنا واضحه لهنا الطالب انه نادي الطفوله علاش قالتك موجود في دار الشباب وانتم تحبوا على دار الثقافه. قالت المشكله زاده في الكياسات اللي العباد قاعده هي تصلح في التروتوار فما مش موجوده لدودان قدام الليسيات. وحكيت زاده على العمارات اللي باش نحكيوا عليها شويه. نحب نذكر أختي صابرين معناتها اللي موضوع الدودان هات نبدأ بموضوع الدودان هو معناتها يلزم يتعدى على لجنة السلامة المرورية في الولاية أول حاجة باش ناخذ الموافقة. أنت تعرف إذا كان باش تعمل دودان معناتها وعلاش ما تعداش لتوا؟ لا بالنسبة لي نحن مش ما نقولكش ما تعداش، احنا قلنا اقتراح يقع من المواطنين المقترح هاو قلت مشينا البلدين يتعدى المواطنين يلزم يتعدى على المجلس البلدي ومن بعد احنا بنينا يتعدى على لجنة السلامة المرورية وقتها اذا كان اخذينا فيه الموافقه الفنيه احنا كبلديه معناتها ننجزوه ما فيناش حتى مش معناتها معناتها يجيبوا عريضه لكم انتم والله لعدد من المواطنين. جاوبني يا سي مراد. سمحني سي اسامه باش نشكر صابرين على التدخل نتاعها ومن خلال المباشره وراديو كابا فام ندعاها باش تواصل تواكب العمل البلدي وتلقى الاجابه على الاسئله نتاعها هذه كليك على تكون هي مطلعه عليها. بالنسبه للدودان هذه تمت برمجتها في خلال سنه 2016 وان شاء الله معناها تنطلق قريبا انجاز. اي دودان يا سي مراد. لا خاطر احنا كي تقول دودان تكلف 5 ملايين في نحن حتى وجه نتاع البلديه هم تعرف كل معناها يحب كل 100 متر تعمل دودان هذه معروف داخل مناطق العمران ثم صرع محدد لكن احنا بحكم المعاهد الزوز ضمنا برمجنا دودان ومش انت معناها ان شاء الله يقرب يا اخي معناها ما نقول معناها من هنا شهرين ثلاثة شهور القدام نعمل الكونسلتاسيون وننجزها ماشي معناها اي ما نقعدوش زاد نستناو باش تصير سبق جاوبت قلت لك راهي بلديه الماده ما تنجمش في خلال 31 ديسمبر 2000 بالسنه المنقضيه تبرمج باش تعمل الا بحكم هي مربوطه بالموارد لازم دوره فيفري تتعدى دوره فيفري يقع تنقيح الميزانيه يقع ادراج الاعتمادات الموجوده في العنوان الثاني لانجاز المشاريع هذه تتعدى المجلس البلدي في دوره فيفري تصادق على سلطه الاشراف نهزوا الملف السيد مراقب مصاريف هذه المشاريع الكبيره هذه مش المشاريع نتاع دودان قدام ليسي ممكن تحطها على العنوان الثاني ما عادش مشروع كبير ومشروع صغير العنوان الثاني عنده اجراءاته وعنده العمليه نتاع بالنسبه لهذا النادي الاطفال نادي الاطفال هذا كان ثم اشكال عقاري وتحل اشكال عقاري ومعناها وربحت البلديه القضيه وعملنا جلستين متتاليين جلسه في البلديه لو 5 ابريل وجلسه ثانيه في مستوى الولايه مع السيد المندوب الجهوي للطفوله وممثلي سلطه الاشراف في الولايه معناها المشروع هذا كان 200 مليون طول المشروع بحكم تعطل 5 سنين ولا 450 مليون ثم مساعي من المندوب الجهوي للطفوله باش يوفرونا الاعتمادات الاضافيه هذه الحاجه الباهي كون العقار ربحات البلديه ان شاء الله ينطلق قريبا معناها الدراسات وقاعدين نحينوا فيها سامحني نحينوا فيها مع الاداره الجهويه التجهيز والاجراءات نتاعها ماشيه. بالنسبه للفضاء الصناعي الفضاء الصناعي هذايا تنجز في اطار المشروع المندمج. الدوله وقت اللي تجي تعمل مشاريع ما نجموش نحن المشاريع معناها تمشي هذايا كثقافه لازمه الصناعة لازمة التربية لازمة الصحة لازمة هذه اعتمادات مخصصة في نطاق المشروع المندمج. وقع بناء فضاء صناعي تسلمت البلدية معناها خلال سنة 2015 أوت 2015 نحب هنا معناها ما تعلمتش الشكر لك المرة هذه باش نقولها اللي الفضاء الصناعي هذا سواء من السلطات المحلية في شخص السيد معتمد ورئيس بلدية أو في شخص السيد الوالي والسيد كاتب عام ولاية معناها هم يتابعوا ويحاولوا كل مستثمر يجي لولاية نابل إلا ويحاولوا يوجهوه للفضاء الصناعي هذه. وكانت عندنا لقاءات مع مستثمرين حسب نحن حاجتنا بالمستثمر يجي مش يجي ينتصب أول حاجة حاجتنا باليد العاملة والنوعية نتاعها تعرف المنطقة نتاع الميدا منطقة فلاحية بامتياز معناها كنا نحن هذه نواة نتاع منطقة صناعية باش تشغل لنا الناس وتساهم في تنقيص البطالة. إذا نحن ما نفكروش من طويكة هذا نأجلوه لمرحلة قادمة اللي بالنسبه للصيانه، الصيانه هي في الميزانيه نتاع الدوله تلقى الاحداث تلقى الصيانه. نحن قاعدين نبنوا حسب الامكانيات الموجوده، الاحداثات الدوله كي تعطينا مشروع نتاع دار ثقافه، فهمتني؟ ما نجموش نتاع الثقافه باش نزور الطرقات هذاك مشروع اخر نجتهد. انت كي تدور في الميدا
كي تشوف عباد قاعده تصلح وحدها في الـ في الـ في الـ في الماديات ولا التروتوار ما تقولش اللي فما والله مشكله. والله نفرح نحكي نلقى مواطن يصلح في الماده، بالعكس انتم مسؤوليتكم انتم في صلح الماده. سامحني يجي مقاول يكسر الماده ولا يعمل التروتوار ومن بعد تلقى المواطنين هم اللي ما يصوروش الصوره كون المواطن معناه، بالعكس كي يدخل المواطن اليوم يساهم معايا وبالتشاركيه الجديده هذه ويدخل ويعمل الصيانه الدوريه معايا ونعملوا حتى شراكه مع المواطنين مع الخواص، فهمتني؟ ما عندناش عقده من مشاركه المجتمع المدني ولا نحب البلدي تخدم حدا، مرحبا بالناس اللي تحب تخدم تصلح. ني المواطن اللي صلح قد الماده قد دار من هنا نقول له بارك الله فيك يعطيك الصحه اللي ساهمت في البلدي عاونت البلدي، ماهوش معناه بمش عيب إيه هو قاعد مش عيب نحكيه اللي هو قاعد يعاون على خطر المقاول عامل غلطات. لا نحن المقاول هذه معناها سبق ومن بعد يقول الفلوس فين ماشي. المقاول راهو اونكور ديكزيكسيون، المقاول مواطن يحب المقاول يبدا في 24 ساعة يكمل الطريق ويتعدى. بيان سير هذه مشاكل معناها تو كيف حتى في التشارك الجديدة معناها عملنا عاون قار متولي بالحماية البيئية الاجتماعية ودخلت هذه في التشاركية، وكيفاش الكياس باش يتزفت ما يعملش غبرة على المواطنين الموجودين. هذه معناها قاعدين نتعلموا فاتي، نحن سنة أولى تحضيري في الديمقراطية وفي التشاركية، مازلنا نتعلموا في الشيء هذا. والمواطن راهو اللي يصلح طريق ولا يصلح حفرة قدام كياسة ولا ينظف قدام داره، معناها بالنسبة لي ناس تامبون سيتويان. هنا من خلال نشكره واذا لزم حتى باش نعطوه رسائل شكر نشكروه ونحن في حاجه للمواطنين هذم. اي فما صيغه نتاع تعاون زاد ما بينكم انتم وما بين المواطن. نحن الابواب مفتوحه للتعاون في جميع المجالات، ما عندناش مشكله باش نتعاونوا مع المواطن. هي المواطن ماذا بينا يعاوننا نحن فهمني، بلديه نحكوا على امكانيات نتاع بلديه، امكانيات نتاع بلديه وموارد نتاع بلديه، معناها الصيانه عندنا ناقصه شوي. هذا هي حقيقه تقال، معناش معناها كي علاش تو نقول المواطن كي يصلح قدام داره، معناها نقول نجم كان نشكروه شكا سيد معتمد يعني ما نجمش نقول باهي والدودان الدودان معناها نلقاوها على القريب والا لا؟ لا باش نحميو الشباب ونحميو الصغيرات. الاجراءات الكل مخدومه، يلسي في عملنا الادراج السيد مراقب المصاريف، نعمل الكونسلتاسيون ونعمل ركزات الدودان، الدودان موجوده. نادي الاطفال زاد قلنا راهو موجود قاعدين معناها نكور معناها. ضو الماء اللي ماهوش موجود في المرشي ما فماش عساس، تجار يقولوا لي فما سرقه ديار لساده حطيتوا فيها فلوس تو ولا وكر فساد، الناس تطالب بالترميم. وبعد الاخبار خلينا نخليه موضوع السوق الاسبوعي بعد اخبار ما 3:30. جاوبني سي هاستين. شكرا. انا باش النقطه الاولى اللي نحب نطرق لها هو السوق اليومي، معناتها بالنسبه لنا احنا السوق اليومي هذايا قاع التهيئه نتاعو الصيانه نتاعو صحيح بتكلفه، لكن ماك تعرف معناتها اذا كان مش الربط نتاعو بالكهرباء والماء معناتها ثم زاد اجراءات ما بيننا وبين السوناد ولا ما بيننا وبين ستاك. وهنا احنا قمنا بالاجراءات هذه، الضوء موجود، احنا تو نستناو في الكونتور نتاع ستاك. تعهد معناتها عملناها مع سيد مراقب المصاريف العموميه، ابعثناه تو لستاك في السوناد، نستناو في تركيز معناتها العدادات هذه معناتها على مستوى مثل الواحد. وقتاش ينجم يكون التركيز هذا؟ والله التركيز ماك تعرف هي السوناد ديما معناتها تتعامل مع معناتها شركات معناتها خاصه، ستيغ معناتها تتعامل مع شركات خاصه. بالنسبه لي هي معناتها الشركه اللي بتجي تركب لنا ان شاء الله نزيدو نكلموهم باش اللي تابلو دو كونتاج هذوما في اقرب وقت معناتها يكملوه. احنا تفضل سي عبد الحكيم خلينا نسمعك. اليوم بركه كلمناها مستيغ فهمني على بخصوص الوضعيه نتاع لي كونتور هذوما فهمني، اتصلنا بهم وقالوا ان شاء الله قريب يركبوه. قريب قداش ما عطاوكش دات؟ هما شنو عطاوهم التويكه باش يعطوهم المقاول كما قال لك السيد المعتمد فهمني، وهو يقوم بالانجاز. معناتها نجم نلقاو الضوء والماء في المرشي ان شاء الله عن قريب. هذا وعد من عندك انت سعد الدين ان شاء الله. وعد الديار لسيد البوندي كوموند خرجت لسيد هيا به عند ستيك او عند جمعتين عند ستيك نتابعوا في الموضوع بصفه يوميه معاه. نحن بيدنا ما ساعدناش خاطر هي تعرف مرشي من غير ما وضوء زاده ما يجيش. بالنسبه للسوق اليوميه باش نوضح الاطار، حتى هو طول المواطن يعطيه الصحه اللي دخل قال لك اولاد البلاد ماهيش البلديه، اي بلديه عملت سوق يوميه للقضاء على انتصاب الفوضى وتجميع الباعه وتجميع كذا. وقلنا نحن صحيح نحن وقت اللي حبينا باش ننظموا البلاد في حمله مقاومه الانتصاب الفوضوي معناها قلنا خليهم يدخلوا المارشي هذا، لكن الحركيه في البلاد هذيك
فهمتني؟ البلدية ما هيش مش تجي للشاري تقول له ادخل المرشي ولا تجي لي نحن مشكلتنا انتصاب فوضوي. لا بالنسبة للمكان معناه كان مش مهيئ للسوق اليومية. البلدية صرفت عليه 140 ألف دينار 80 ألف دينار من ميزانية البلدية و40 ألف دينار من مساعدة من المجلس الجهوي. هيئناه بالصورة بالكيفية المطلوب فهمتني؟ طول معناه باش ناخذوا على ظاهرة الانتصاب الفوضوي ما عندناش نحن بالعكس أو حتى يجي ساعات بائع متجول أمريكا نقول له يساعدنا ادخل أخويا المرش ما تخلصش حتى معلوم ادخل المرشي أخذنا على انتساب الفوضى أمني به ديار الأسادة حطيتوا فيها برشا فلوس تولى وكر فساد العباد طالب بالترميم المراقبة باش لهنا زادة نظفوها زادة البلاصة دي إن شاء الله. احنا في السياق هذا بالنسبه للديار الأسادة وديار التعليم اللي كانت معناتها قبل الموجوده صحيح هي ولات معناتها مهمشه حاليا لكن احنا سعينا باش نعملوها مشروع معناتها مولاها هو مركز اقامه للشباب لكن ماك تعرف يلزمها معناتها اعتمادات. رسلنا السيد الوالي مشكور ايش معناتها مركز اقامه للشباب مركز اقامه بحكم احنا عندنا غادي معناتها قاعه مغطاه حبينا نزيدوا مع بجنب القاعه نعملوها مركز اقامه تولي تنجم تجي جمعيات تنجم تجي الناس معناتها تستغلها وتستغلها كمركز اقامه. وهذه مراسله من السيد الوالي الى السيد وزير التنميه والاستثمار والتعاون الدولي ب 14 ابريل 2016 معناتها فيما يخص معناتها المشروع هذايا وطلبنا له فلوس وان شاء الله اذا كانت وفرت الاعتمادات احنا ناويين بحول الله باش معناتها نعملوا المشروع هذا. ومعناها تم الاستكلام السيد المعتمد هذه البلديه خصوص سبقت وخصصت لها 95 ألف دينار باش تهيئ للمركز هذا. وكانت في التقرير في الزياره نتاعكم اللي فاتت كان موجود معناها في سنه نتاع سبتمبر 2015 لكن ال 95 ألف دينار هضمنا كي عملنا الدراسه بتاع التكلفه الاوليه للمشروع لقيناها يتكلف اكثر. خلينا نكملوا بعض الاخبار. رجعنا لكم في حكايه الناس. اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد على راديو كابا فاملي ونحكيوا على بلديه الميدان نحكيوا على مشاكل المواطن وفاش تتمثل مسؤوليه البلديه. وحضر معنا سي عزيز الخليفي معتمد ورئيس النيابه الخصوصيه لبلديه الميدان سي مراد بن عون كاتب عام البلديه سي عبد الحكيم بن نصر رئيس المصلحه الفنيه بالميدان 31 36 37 50 هذا هو نمرونا. حطوا زاده لي كومونتير نتاعكم على الباج فيسبوك نتاعنا راديو كابا فام. قبل ما نكمل مع الحديث مع ضيوفي خلينا ناخذوا التليفونات. معنا جيهان من الميدان. الو عسلامة جيهان. الو عسلامة وسلامة. مرحبا بك على راديو كابا فام جيهان. عايشك شوية بالله نحب نسأل السيد كاتب العام تاع البلدية في خصوص السكة نتاع الخلايفة. بخصوص نتاعنا. بخصوص السكة. سكة ما فيهاش حتى شبر صحيح وما فيهاش ضوء خوف على اليمين على اليسار وير تبدا متعدي تخاف على الاخر وضيقة ما نحكي لكش مام لي بارير الحديد شطار موجود وشطار لا. أصل كي تبدا متعدي تخاف على روحك تقول طو باش تطيح علي هذا خوف ولا بي حد يخبرنا على الحكاية هذه. ما صارتش فيها مشاكل قبل ولا حوادث؟ صارت حوادث. وقتاش صارت عندها برشا؟ اي بكري وقريب زاد اللي صارت للحادثة. اي والبلدية ما تحركتش وهذه تربط بين الخلايفة والميدرة الطريق هذا. والحوادث تتجدد من صغارة يطيحوا منا والواد يخوف على الاخر من فم ولو واحد يخبر لها مام نحن نقر وراح على رجلنا ما فمش اذواء فم ظلمة على الاخر معناتها الدنيا ظلام السكة ماهيش محمية وصارت فيها الحوادث والبلدية في بالها. عندك تساؤل اخر جيهان؟ لا ميرسي عايشك. اقعد معايا باش يجاوبك سي عز الدين. سي عز الدين تفضل. والله بالنسبة بما يخص معناتها القنطرة هذه نتاع الخلايفة اللي هي موجودة معناتها على واد الخلايفة هذه معناتها يلزمها معناتها مشروع نتاع قنطرة ومتعرف معناتها فما في المشاريع معناتها وقتاش نلقاو المشروع هذا؟ فما مشاريع وطنية وفما مشاريع يلزمها معناتها سقف نتاع التمويل نتاعها على طريق المجلس الجهوي. احنا لهنا راسلنا معناتها تجهيز وان شاء الله نستناو معناتها في الدراسة يعطيونا على الأقل التكلفة خاطر بناء على التكلفة نجموا نقولوا المشروع هذايا نجموا احنا نتبنوه على مستوى معناتها جهوي أو يلزم نطلبوا له معناتها تمويل على مستوى وطني. إذا كان المشروع يفوت سقف نتاع التمويل نتاع المجلس الجهوي ما نجموش ندخلوا فيه ماك تعرف قنطرة القنطرة هذه قنطرة كبيرة ويلزمها معناتها مولها اعتمادات كبيرة إن شاء الله احنا معناتها مولها اللي نوعدها به هو كون نزيد نراجع معناتها السلطة الفنية المصالح الفنية باش معناتها تعطينا أكثر توضيحات على الموضوع هذا. يدخل لك الدنيا ظلام وصارت فيها حوادث. لا أظلام 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 عنا احنا الضوء موجود هي مش محمية قاتلة على اليمين على اليسار. لا هي موجودة فيها معناتها دي جارد كور اللي جارد كور موجودين
تمني موجودين لغليسير موجودين تبقى لنا صحيح نجمو معناتها احنا ندخلوا حينيا ندهنوهم ولا حاجه باش معناتها على الاقل يعكسوا الضوء وحده كل شيء هذا معناتها تنزيد نسق مع البلديه بحول الله اللي نعدها به وكل لا سمين بروشين معناتها ندخلوا في الموضوع هذا بالذات. دونك عندك وعد جهين من عند سي عز الدين رئيس البلديه انه يدخل في الموضوع هذا جهين علقة جهين. دونك نكملوا في موضوع سي عز الدين نكملوا في السوق الأسبوعي اللي فيه مشكلة برشا عبيد ما زالت تتشكى من السوق البلدي فما برشا انتصاب فوضوي فما الدجاج الحي معناتها يتذبح في وسط السوق فما الحوت تلقاه متعيش في القاع فما برشا مشاكل فوضى موجودة في السوق الأسبوعي تنجم زادة تتفرجوا في التقرير تلقاوا المشاكل هذه تشوفوها بعينيكم تفضل سي عز الدين. شكرا سي أسامة. علاش المشاكل هذه موجود؟ المشاكل هذه موجودة في الميدا وخارج الميدا خاطر تعرف انت الظاهرة متاع الذبح العشوائي متاع الدجاج الحي هذايا موجودة في تونس كلها. احنا نحبوا اليوم نحكيوا على الميدا. احنا نحبوا نحكيوا على الميدا بالذات. في الميدا نتصداو احنا معناتها الوحدة هذيا عندنا حرس بلدي، عندنا حملات تحسيسية قمنا بهم قبل، حاولنا باش نحسوا معناتها الباعة هذوما باش معناتها ينقصوا من معناتها الدجاج هذايا وذبحانه معناتها لاحت. من بعد تعدينا المرحلة الثانية هو مرحلة معناتها نقولوها اللي نطبقوا في القانون، أنت تعرف عندنا معناتها عون واحد هو حرس بلدي والحرس والسوق الاسبوعيه نتاع الميدا معناتها ما نقولش من سوء حظنا نقول احنا اللي جات يوم السبت ويوم السبت معناتها مرات نلقاو راحه نتاع العون الوحيد يخدم جمعه كامله نهار الراحه نتاعو نهار السبت. احنا دخلنا مع السيد رئيس منطقه نتاع الحرس مشكور معناتها قولها اعطى تعليمات كونه باش المركز الحرس الوطني نتاع الميدا وقت راهو معناتها مخالفات ولا واحد نهار السبت يدخلوا على المكان ويحزوا معناتها الكميات هذيا اذا كانت وجدت وقاعدين معناتها نقوموا حملات معناتها نكملوها مع فريق الصحة اللي هو عون الصحة تابع معناتها وزارة الصحة والحرس البلدي، وإذا كان فما حاجة معناتها قاعدة معناتها تصير ومرة وهاش احنا نشكروها المواطنة هذيا اللي زادت علمتنا ونزيدوا معناتها نكثفوا من الدوريات هذيا وإن شاء الله بحول الله. الدوريات لازم تكون يومية ومنها تلقاو زاد الحل للعباد. تعرف أنت الميدا معناتها تشعر. ماجيش هكاك ذبحان الدجاج والحوت مطيش في القاع والفوضى اللي صايره. احنا موضوعنا احنا لازمنا نطبقوا القانون، تطبيق القانون فما اجراءات. الاجراءات هو معناتها فما محضر عدلي، فما محضر صحي، هذه الاجراءات راهو تطبيق القانون، معناتها ما نجموش معناتها نتعسفوا على المواطن اكثر من فما قانون نطبقوا عليه، نعيطوا له، نعملوا له محضر معناتها مولا واحد صحي، ثم محضر معناتها يتعدى له عدلي، واذا كان عاود المره الجايه معناتها نحزوا له معناتها. والعباد اللي تنصب قدام دار العباد. بالنسبه للسوق معناتها مولاها انت تعرف اللي عندنا احنا مستلزم والمستلزم معناتها عنده كره شروط. الناس متقلقه برشا. واحنا عندنا في البرنامج باش معناتها نحولوا السوق الاسبوعيه هذه قاعدين ندرسوا في الموضوع ان شاء الله وبحول الله معناتها باش نحبوا نحولوه السوق الاسبوعيه لشارع الحريه وممكن سي مراد يزيد يعطيك معناتها توضيح اكثر. اعطيني سي مراد. التوضيح بخصوص السوق الاسبوعي. لا قبل ما نرجع للسوق الاسبوعي نرجع للخلايف المدخله من الخلايف هي خارج المنطقه البلديه. هيك علاش اعطيت الكلمه لسي عز الدين؟ باش نوضح المواطن خاطر ثم مستمعين يتبعوا فينا ومعناها باش الخلايف خارج المنطقه البلديه لكن كمسؤولين في البلاد معناها كل مشكل في البلديه ولا المعتمديه يهمنا بدرجه اولى اللي في المنطقه البلديه نحلوه على مستوى بلدي اللي على مستوى المعتمديه السيد المعتمد بالتنسيق مع السلطات الجهويه ينجم معناها بالنسبه السوق الاسبوعي وظاهره بيع الدجاج الحي. هذه ظاهره موجوده وقاعدين نعالجوا فيها. لكن وصلنا دخلنا وحجزنا لكن كل مره يجيك منتصب جديد. الدوريات ناقصه، الدوريات على مستوى معنا متابعه الدجاج هذه ناقصه، خاطر هي لازم ثم فريق كامل يخرج بالصحه من الامن من البلديه باش يتبعوا باش نعالجوا. ثم تنسيق ما بيناتكم؟ والله التنسيق تو كما كان يحكي السيد المعتمد هو عون حرس بلدي وحيد يشرف على كامل المعتمديه، معناها عنده نتاع القلم نتاع بناء الفوضوي، عنده نتاع الانتصاب العشوائي، عنده ظاهره بيع الدجاج الحي، عنده المخالف. ما طلبتوش تعزيزات معكم؟ لا طلبنا في كل مره وفي كل مناسبه، معناها كنا نطلبوا تدعيم المركز هذايا بالامكانيات البشريه حتى نحدوا من الظاهره الموجوده. فهمتني؟ وان شاء الله ان شاء الله في القريب العاجل معناها نلقوا حل سواء لتفعيل القرار البلدي المتعلق بتنظيم السوق، تعرف تنظيم السوق وتغيير المكان نتاعها يخضع للتدخل عده اطراف معناها بما فيها سواء امنيه او حمايه مدنيه او بلديه او سلطه محليه، وان شاء الله الظاهره هذه معناها نتبعها
ونعالجها بصفة جذرية معناها ونقضوا على ظاهرة بيع الدجاج الحي من المادة ومن غير المادة. باهي، خذيتوش كهرباء جديدة للمجلس البلدي باش تحضروا بها الجلسات؟ خذيتو ولا ما خذيتوش؟ موجودة من عمول. اي في الحلقه اللي فاتت في الميدا قلت لي هي فما مشكله وقتها في الكهرباء، تحبوا تاخذوا كهرباء جديده؟ لا المشكله مش المشكله اللي في السنه المنقضيه كانت الاعتمادات، تعرف مع الفليكتياسيون دي بري معناها اللي قاعده كل الاسعار قاعده تتغير بصفه كبيره، معناها بون لقينا الحل وشرينا كهرباء وموجوده حاليا معناها. باهي، مركز الصحه الاساسيه بالميدا برشا تتشكى من الخدمات، يقول لك علاش احنا ما عندناش سبيطار في الميدا، الناس الكل تمشي للحالات الاستعجاليه اللي في سبيطار منزل تميم. شكرا سي حسام. احنا فيما يخص المشاغل نتاع قطاع الصحه معناتها ميكرو سي عستي، مشاغل نتاع قطاع الصحه العموميه بالمنطقه معناتها عرضناها على السيد معناتها وزير الصحه اثناء معناتها الزياره معناتها الميدانيه اللي ادها لنا معناتها نهار 18 مارس 2016، ومن ضمن معناتها النقاط اللي معناتها طرقنا لها هو النقطه الاولى هو احداث مجمع صحي يشمل الميدا ومنزل تميم، النقطه الثانيه هو صيانه المستوصفات بالدائرات الصحيه بالميدا، النقطه الثالثه هو احداث مخبر للتحاليل الطبيه، النقطه الرابعه هو تطوير تجهيزات قسم الاشعه لتصبح تجهيزات رقميه، النقطة الخامسة هو تدعيم المركز بسيارة إسعاف إضافية وسيارة رباعية الدفع لنقل الأطباء والإطارات الشبه طبية. النقطة السادسة هو العمل لاحقا على أحداث قسم استعجالي بالمركز الصحي بالميدا. النقطة السابعة هي صيانة شبكة التدفئة المركزية المعطبة حاليا. النقطة الثامنة هو توفير كميات الأدوية اللازمة لمعالجة الحالات الصحية المزمنة وخاصة منها الحالات المصابة بأمراض ضغط الدم والسكري. هذوما معناتها حلناهم معناتها لسلطة الإشراف بوزارة الصحة، وأنت تعرف معناتها يلزم معناتها مولاي هاي برمجولهم إن شاء الله بيحاول لنا نلقاو كان منهم. الفرع نتاع شركة النقل اللي كان باش يحل بحذا المقبرة شنو صار فيه؟ توا فما مشكلة زادة في الكيران اللي موجودة قدام البلدية، فما التلامذة اللي موجودين قدام البلدية، ما ثماش مشروع انكم تبدلوا بلاصة محطة النقل، والسؤال الثاني اللي هي وضعية المقبرة اللي برشا عباد تعاني منها وين وصلت؟ تفضل سي مراد. بالنسبة وضعية محطة الحافلات هذه سبق ورسلنا للإدارة الجهوية للنقل في عديد المناسبات باش تعمل مستودع الحافلات نتاعها، فهمتني؟ لكن إلى حد هذه الساعة معناها ما ثماش تقدم في الموضوع، فهمتني؟ سواء مشكلة اعتمادات معناها شركة النقل أو العقار هذه ما تخش فيه نحن بلدية. هنا الإشكالية لما الكيران توجوه قدام البلدية ولا قدام مقر المعتمدية اللي هو مركز سيادة، نحن في كل معناها في كل مناسبة إلا ونلفت النظر المسؤولين على الشيء هذايا باش يعجلوا بإيجاد حل، لكن نحن كسلطة محلية من مزاد الكيران نحطوهم وغدوا تلامذتنا فاش مش تمشي، ثم مسؤولية مشتركة. فهمني؟ والمسؤولية ترجع بالأساس لشركة النقل، لازمها تبادر بإحداث مستودع للحافلات، عندنا 8 حافلات معناها رابضين بصفة مستمرة قدام المركز السيادة المعتمدية والبلدية، ورفعنا الإشكال هذا للشركة الجهوية للنقل وإن شاء الله معناها تلقانا الحل. بالنسبة للمقبرة، المقبرة هذه معناها من 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 حسن حظ البلدية كونها لقت إنسان عبر عن رغبته وعن استعداده باش يبيع العقار للبلدية، فهمتني؟ تعرف عملنا في 2012 و2013 عملنا جميع الوسائل المادية المتاحة، عملنا اعلانات، مشينا طرقنا البيبان شكون ينجم يبيع لنا عقار باش نعملوه مقبرة بحكم المقبرة تعبت، ما لقيناش. في 2015 جي مواطن عبر رغبته ومشكور بالمناسبة، قال مستعد نبيع لكم العقار، خدمنا الإجراءات الإدارية كليكا، عيطنا لملك الدولة، عملت تقرير الاختبار نتاعها، تو كان في اللمسات الأخيرة وإن شاء الله هاي مناسبة باش نقولها إن شاء الله خلال الأسبوع القادم أو خلال ما بأقصى تقدير خلال 3 أسابيع القادمة باش يقع اقتناء العقار بصفة رسمية ويقع الحالة البلدية. باهي، فما شكون بعث لي ميساج حاب يرجع لحكاية المرشي، قال ليش مش موجود حارس في المرشي حساس، قال اللي فما بالنسبة للحارس المرشي هو في المرشي كل الشروط نتاع السوق اليومية واضحة، معناها
المنتصبين هم في السوق هم اللي يعينوا الشخص باش يحرس وباش يتولها بحراسه الحراسه مش البلديه. البلدية ما تنجمش تعين، نحن البلدية نأمنوا في النظافة اليومية معناتها شنو هما معناتها يعينوا واحد منهم هما ولا أي واحد يجيوا معناتها البلدية وتتفاهموا معهم ويولي هو الحارس نتاعنا هو خاطر هو مش أمن هو على سلعته البلدية معناها نحن صحيح ممكن عندنا المصادقة من السيد رئيس بلدية السيد معناها ما يجيش نامبوركي زاد يحطوهولنا على أساس في البلدية لكن هما من الباعة مش ينتصبوا في السوق هما اللي يعينوا حارس البضاعة نتاعها. تم شكون يقول لك يا اخويا انا مش سكر على حنوتي ونحن في كل الحالات راهو السوق اليوميه ضايع في بدايه الانتاج معناها مازال ما عندناش سوق يومي معناها بصفه ناشطه كبيره ما ودعوه للناس الكل باش تنجح السوق هذايا من جهه يقضي على انتساب الفوضى وينظم السوق ومن جهه علاش يولي كمل الاسواق الاخرى اليوميه فهمتني ما عندناش تو سوق يومي ناشط بصفه فيه ثلاثه باعه معناها منتصبين ربي يكون في عون. قبل ما نعطيكم كلمة الختام نحب نسأل هنا على المجتمع المدني أسكو اليوم المجتمع المدني ما هوش ناشط في الميدا سي عزدين؟ عندنا مجتمع مدني ناشط في بعض الجمعيات قاعدة تنشط لكن كما تعرف معناتها قدام معناتها الزخم معناتها نتاع الأشغال المطلبة معناتها الميدا بحكم هي معناتها معتمدية فاتية نحسوا اللي يكونوا ناقص شوية. صحيح فما عزوف من شباب على مستوى البلدية يكونوا حضور معناتها الاجتماعات أو الجلسات معناتها مولاها كي تشجعوهم الجمعيات يتنجم راهو تسهل لكم الأمور في التعامل مع المواطن. والله باش نعقب على كلامك احنا من التشجيع نتاعنا كانت مع الناس معناتها مولها الفرع نتاع كشافه اول ما عملنا ركزنا معناتها مع الناس لو جمعه فرع نتاع كشافه علاش باش يعاوننا في العمل الميداني وتاطير الشباب. احنا قاعدين تو نشجعوا على العمل الثقافي تعرف انت اللي اعز معناتها وسيله باش نقضيوا على الارهاب هو كونه معناتها مولها يلزم معناتها ناطروا الوليدات ويلزم نعملوا فضاءات موجوده. انا اللي نقوله اللي في الميدا عندنا برشا فضاءات فضاءات ثقافيه فضاءات نتاع انشطه رياضيه غير الشباب يتفضل يجي وينشط واحنا ندعموه ونساندوه وشكرا. حاجه اي تفضل حاجه واحده نحب بالمناسبه معناتها مولها كان متروش معنا انا عندي بنيه تعدي البكالوريا ان شاء الله ربي ينجحها نتمنى كل نجاح للصغيرات الكل سواء معناتها صغيراتنا او صغيرات معناتها معتمديه الميدا وتونس كامله نتمنى لهم النجاح في ماده البكالوريا وبارك الله فيك. يعيشك سي مراد الكلمه الاخرانيه كلمه الختام عندك انت. كابا فام على المتابعة اللصيقة للعمل البلدي وهي نقطة معناها تنجم تكون دفع ونحن كبلدية الميدا خذيناها نقطة معناها في نقطة انطلاق على ضوء بعض المشاكل اللي أثرتها في الحلقة السابقة وبنينا المخطط سنة 2016. نحب نذكر بحاجة اللي الطرقات اللي باش تنجز في 2016 هما بسرعة هما حي ولاد بالهادي وحي تخلي نهج بن زيدون وحي دار تزاي ولاد برجب وحي دبداب نهج القدس وحي الجازي نهج الطيب ولابو الطيب المتنبي. ونحب نقول اللي كل في الجملي الاستثمار البلدي هي مليار و206 دنانير خذينا منها 168 والباقي سيقع توزيعه في خلال السنوات معناها خلال الفتره المقبله ودعوه للمجتمع المجتمع المدني باش يكون حاضر بقوه باش يعاونكم انتم كبلدية. شكرا لك شكرا لك سي مراد بن عون كاتب عن البلديه. شكرا لك عز الدين الخليفي معتمد ورئيس النيابه الخصوصيه لبلديه الميدا. شكرا لك سي عبد الحكيم بن ناصر رئيس المصلحه الفنيه بلديه الميدا. موضوع غدوه في حكايه الناس المنطقه الصناعيه في تزركة المشكله البيئيه اللي موجوده فيها تنجموا تعاودوا تسمعوا حلقه كابا فان الكلمه ليك.